فاطمة الزهراء أفضل مثال للمرأة، ولو كانت المرأة غير مسلمة كيف لو كانت مسلمة في كل شؤونها وأحوالها؟ فقد ورد في الحديث الشريف إن فاطمة أحسنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، مما يدل على ما كان عليه نساء الجاهلية من الابتذال والتهتك، مجردة كانت أو ذات الزوج، حيث إنهن كنا يبحن أعراضهن حال إباحتهن الأعراض، لأن الغرب اليوم المرأة تبيح عرضها لكل أحد متزوجة أو غير متزوجة، وكانت نساء الجاهلية هكذا مهتوكات، حتى أن إحصان الفرج وعدم إباحة تحفظا يوجب مثل ذلك الأجر، وهي عليه الصلاة والسلام منذ صغرها حيث كان النبي مضطهدا بسبب المشركين وبقيت بشدة إلى يوم وفاتها، حتى عند زواجها تعالين عليه الصلاة والسلام حيث قال النبي وعلي والمشركون في أشد الحالات التي أوجبها لهم حالة استمرارهم تبليغ رسالات الله في الأجواء المليئة بالمشكلات. إنما نشاهده اليوم من الرفاه والأمن والرغب في العيش كلها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تنورت الدنيا للمسلمين ولغير المسلمين، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الرحمة المهداة، ويعرف ذلك من قارن بين الدنيا قبل ظهور الإسلام وبين الدنيا في الحال الحاضر. لألف قانون وقانون التي ذكرها القرآن الحكيم وروايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، هي التي جعلت الدنيا هكذا برخاء ورفاه وسعادة وتمتم، حتى لو أن لجنة مثابرة كتبت أحوال الدنيا قبل الإسلام ونبيه وأحوال الدنيا من حين ظهور النبي مما يحتاج إلى المجلدات، كان دليلا على ما ذكرناه. فاطمة عليه الصلاة والسلام كانت بخدمة أبيها وزوجها بوفاء وإخلاص، هم كانوا بناة الدنيا الحاضرة وهم كانوا بأشد النصب والتعب، وقد أشارت الموسيقى الظاهرة إلى أحوال الدنيا قبل ذلك في خطبتها المعروفة، كما أشار إلى ذلك القرآن الحكيم قبل ذلك ونهج البلاغة بعد ذلك، وكانت هي بالإضافة إلى تربيتها لأولادها البنين والبنات تعمل كل الأعمال المنزلية من الكنس والطبخ والخياطة والتحديد وغيرها، ومع ذلك كله كانت تبين الأحكام والمسائل للسائلات عنها، كما كان المتعارف
كثرة من السائلات محصول دينهم ودنياهم، وقد جمعت كتب وذكرتها فاطمة مما هو موجود عند المشركين في مصحف فاطمة. أقول والمصحف مع الكتاب، فقد كانت هي أول امرأة كاتبة في الإسلام، كما كان علي عليه الصلاة والسلام أول كاتب في الإسلام، مما جمع به كتاب علي. مما يلزم أن تتعلم نساؤنا منها الزواج المبكر، حيث تزوجت وعمرها 9 سنوات، كذلك العمل لأجل شؤون البيت، كما كانت تعمل العمل اليدوي بالمغزل. ويلزم على نسائنا أيضا أن تتعلم منها أن تؤلف الكتب، والشاعر ما ورد عنها عليها الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفق نساءنا للتعلم منها في كل الشؤون، من الغزل والشؤون المنزلية والوعظ والإرشاد والهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنسائنا خير الدنيا والآخرة بتعلمهن منها، والله المستعان. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.